اليوم اللي طلقنا فيه المبيعات رسميا في الجزائر طلقناها في 20 نقطة بيع اللي كنا هدرنا عليهم في الصفحات الرسمية تاعنا، وان شاء الله الايام المقبلة راح تنضم نقاط بيع اخرى باش تولي 32 نقطة بيع ان شاء الله. عندنا بنوك كثيرة راح تتعامل معها، نحطوها ثاني في الصفحة الرسمية تاعنا، والجديد تاعنا انه في نهاية الاسبوع كل نقاط البيع تاعنا راح تكون مفتوحة للزبون الجزائري. دونك الجمعة والسبت راح تكون ابوابنا مفتوحة، وشريكنا تخست بنك مشى معنا في هاد الحاجة، وراح يكون تانيك مفتوح في عدة ولايات. حنايا الأسعار تاعنا طلقنا عليهم اليوم رسميا في هاد الندوة الصحفية. دونك في عائلة تيغو راح تكون تيغو 2 ابتداء من 1,990,000 دينار، تيغو 4 ابتداء من 2,990,000 دينار، تيغو 7 ابتداء من 4,599,000 دينار، وتيغو 8 ابتداء من 5,399,000 دينار. في عائلة سودان الأغيزو، دونك الأغيزو 5 راح تكون 2,499,000 دينار، والأغيزو 8 4,849,000 دينار. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.